أحداث مرت، طرف حدثت، حضارة نشرت، حروب وقعت، أمم اندثرت، أجيال ولدت. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. أدباء، شعراء، ظرفاء، موسيقى، طرب وغناء، علم، أدب وتراث، طرف فاقت أحداث، شمس نارت أكوان، لون من كل الألوان. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. طرائف العرب غاية الأرب، واحدة باليوم تقطر كل يوم. طرائف العرب. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم طرائف العرب. الإسلام الحنيف اشترط الكفاءة في الزواج، وهذا الشرط له محل عظيم، لأنه كثيرا ما تفتقد الكفاءة بين الزوجين في ناحية من النواحي، وبذلك تختل الزوجية. طرفة الليلة تتعلق برجل قصير، نحيف، ضعيف، ضئيل، تزوج من امرأة فارهة، ضخمة، فخمة، قوية. هذا لا شك يحتاج إلى الكفاءة. هذا يذكرني بعمران ابن حطان، كان قبيح الوجه ودميم المنظر، وتزوج من امرأة جميلة، فنظرت إليه ذات يوم، قال لها: لماذا تنظرين إلي؟ قالت: أنا وأنت في الجنة. قال: إن شاء الله، ولكن لما هذا؟ قالت: لأنك أعطيت مثلي فشكرت، وأنا أعطيت مثلك فصبرت، والشاكر والصابر في الجنة. هذه على نفس المنوال زواج بين امرأة ضخمة قوية شديدة البأس، وبين رجل ضعيف يكبرها بعدة سنوات، وهو ضعيف البدن، ضعيف الشخصية، ضعيف القوة. فكان من نتائج هذا الزواج أنه كلما حدث بينهما نقاش انتهى الأمر بأن تتماسك معه، وأن تطرحه أرضا، وأن توسعه ضربا. فلما ضاق به الحال ولم يستطع الاحتمال، توجه إلى القاضي ليفصل بينهما. هلم بنا لننظر ماذا حدث بينهما. نعم يا مولاي، أطلب أن تفصل بيني وبين زوجتي، إذ لا توافق بيننا. وأين هي زوجك؟ في البيت يا مولاي. ولما لم تحضرها معك حتى ننظر بأمركما؟ أنا أحضر سعدة؟ ومن أكون حتى أحضرها؟ أنت زوج يا رجل. لو صح الأمر لكانت هي زوجي ولست أنا زوجها. وكيف أحكم بينكما وهي غائبة؟ ترسل في طلبها يا مولاي. أي نعم، ترسل في طلبها. حسناً، اذهب أنت وأحضرها إلى هنا. واحد لا يكفي يا سيدي، ربما اثنان أو ثلاثة. حسناً،
اذهبا أنتما وأحضرا المرأة. هيا. لعلكم عجبتم عندما سمعتم القاضي يطلب من الشاكي أن يستحضر زوجته إلى ساحة المحكمة. القاضي بالطبع أمر بهذا لأنه لم يرى الزوجة ولم يرى البون الشاسع بين حجمها وحجم زوجها، ولو كان هذا الزوج مستطيعا أن يستحضرها ما كان في حاجة أن يشكوها. ولذلك أنصف القاضي إذ أمر اثنين وكلفهما أن يستحضر هذه الزوجة. ولسوف يفاجأ القاضي عندما يرى هذه الزوجة بحجمها الهائل، وعندما يرى ضآلة حجم زوجها بالنسبة لها، بل وسيفاجأ مفاجأة أخرى، هي أن الشاكي شاعر وقد يعرض شكواه شعرا. هل يا ترى يستطيع بشعره وبقوة حجته أن يعلو على زوجته وأن يتغلب عليها؟ من يدري، لعلها هي أيضا شاعرة. لا نستبق الحوادث، هلموا بنا إلى ساحة المحكمة لنرى ونسمع ما سوف يكون. والآن ما هي دعواك أيها الرجل؟ أيسمح مولانا القاضي أن أقول شكواي شعرا؟ لا بأس بذلك لو كنت قادرا. أرجو من مولاي القاضي أن يتخيل فقط ما سأقوله. هات ما عندك. يا سيدي القاضي استمع. حكايتي مع زوجتي، عاتبتها عند المساء والعتب للأحبة، عتاب زوج صالح ومخلص للأسرة، بكل لفظ لين يسفر عن محبتي، فاندفعت تشتمني بحدة في اللهجة، ذكرتها بحبنا وباحترام العشرة، فولولت صارخة كأنها في محلتي، وهجمت وغرزت أظفارها في لبتي، هربت منها خائفا من غرفة لغرفتي، كما يفر حمل من أسد أو دبتي، وأستعيذ بالآيات من طه والتوبة، إن رمت أن أصدها طاقت بذاك سطوتي، تصفعني بكفها وكفها كالقبة، تركلني برجلها ركلا عظيم القوة، فلا أعد ضربها من صفعة أو ركلة، وعندما ضاق بي الأمر وزادت حيرتي، وجدت أن الخير كل الخير في العزوبة، فجئت أنشد الخلاص كاملا من بلوتي. والآن ما قولك أيتها المرأة فيما أشعر زوجك؟ أقول مثله يا سيدي. شعرا؟ شعرا يا سيدي. هاتي ما عندك. يا قاضي العدل، أنا أروي إليك قصتي حتى ترى تعاستي ومحنتي وشقوتي، إني لهذا البعل خير مرأة وزوجتي، منظره منفر كقرد تحت نخلتي، قبلته راضية بقدري وقسمتي، لكنه يغضبني حتى تثور ثورتي، فلم أزل أزجره بلكمة أو ركلتي، حتى تراه يفيء للهدى والتوبة، عساك أن تردعه حتى يلين صحبتي. لعلكم أيها السادة سمعتم هذا الشعر الطيب الذي عرض به الشاكي شكواه، وكيف وضح شراسة زوجته ومصابه فيها، وأنها عندما يحدث شيء بينهما توسعه ضربا وركلا وصفعا. ثم سمعنا الزوجة
وقد اعترفت بهذا، وإن كانت تزعم مع ذلك كله أنها زوجة مثالية. لقد ردت بالشعر واعترفت في شعرها أنها تضرب زوجها، وأنها قوية عليه وذات شوكة عليه. بقي حكم القاضي. القاضي وقع بين شاعرين، رجل وامرأة. بماذا عسى أن يقضي القاضي؟ وهل سيقضي نثرا أم سيقضي شعرا؟ هلموا بنا لنستمع حكم القاضي. إني سمعت قصة موضحة للدعوة، ما بين زوج يشتكي وحشية من زوجتي، زوج ضعيف قد بلي بزوجة قد جنتي، إن قال شيئا لا يعي من صفعة أو لكمتي، وهو ضئيل عاجز قليل حجم الجثة، فالحكم بالطلاق قد يقضي على المشكلة. فالحكم بالطلاق قد يقضي على المشكلة. بورك هذا القاضي، فإن حكمه بالفعل يقضي على المشكلة، لأنه زواج كما قلنا غير متكافئ. وهكذا جاء الحكم سديدا وخلص هذا الرجل من ويلات ذلك الزواج ومن عنفوان هذه الزوجة. إخوتي أخواتي، إلى طرفة الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي بكم لنشاهدها سويا، نسأل الله لكم أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحداث مرت، طرف حدثت، حضارة نشرت، حروب وقعت، أمم اندثرت، أجيال ولدت. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. أدباء شعراء ظرفاء، موسيقى طرب وغناء، علم أدب وتراث، طرف فاقت أحداث، شمس نارت أكوان، لون من كل الألوان. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. طرائف العرب غاية الأرب، واحدة باليوم تقطر كل يوم. طرائف العرب.